في بعض الانواع بشمن الحمل اللي بتسبب جفاف وهي ما بتبقاش عارفه، يعني حاسه جاف العين وممكن تكشف. ديت وضعها ايه؟ يعني حاله منتشره فعلا ولا؟ ها الموضوع فعلا منتشر، لان طبعا وسائل تنظيم الاسره منها موضوع حبوب منع الحمل، تمام. ومش كل عند الناس طبعا بيسبب جفاف، والعرض الجانبي ليه مشهور الجفاف، يعني ولكن هو عرض جانبي بس مش كله، مش كل الناس، يعني هو ممكن بيبقى اكتر. اختلاف بين السيدات. في بعض الناس بتستخدمه من الاول اسبوع اسبوعين بيبقى الموضوع مزعج جدا بالنسبه لها، وهي لو هتكمل عليها كوسيله مناسبه ليها بننصحها دايما ان هي تستخدم قطرات ملطفه مرطبه طب للعين. احنا معانا